الساعتين ودقيقة عشاق الرياضي مما كنت. أهلا مرحبا بكم في نجمة سبور في متابعة لمباراة النجم الرياضي الساحلي وضيف النادي البنزرتي. مباراة هامة جدا لفريق النجم الرياضي الساحلي, يعاني من مشاكل إدارية مع مشاكل خلينا نقول تنظيمية بحتة في هيكلة الفريق واستقالات وغيرها, لكن رياضيا أمور النجم الرياضي الساحلي نجم نتحدثه على العال لأنه ثالث الانتصارات جاءت من مباراة تطاوين. اليوم النجم يستقبل على أرضية ملعب بوعلي الحوار النادي البنزرتي مباراة لن تكون سهلة ولن تكون صعبة, لكن مطالب النجم فيها بإعطاء صورة تؤكد ما دعمه في باقي اللقاءات. النجم الرياضي الساحلي والنادي البنزرتي أكيد متابعة هامة جدا باش تكون مع زميلنا رامي سليمان مباشرة من قلب الحدث من ملعب, أيضا معطيات أخرى سنواكبها ونتابعها معكم إن شاء الله في حصة اليوم. برشا ديزافيش وكان في الأوروبا أيضا في الكوب دو كاف, لأن مباريات المصري البورسعيدي متقدم حاليا هدفين مقابل صفر, مباراة الريدس وكذلك توتنهام, لافيش متاع الميلان وروما, عديد عديد عديدة هي المباريات الهامة وعديدة هي الأخبار والمتابعات. نحن قبل ما نمشيو لتشكيلة الفريقين قبل ما نتابعوا ونواكبوا لقاء النجم الرياضي الساحلي, هات ناخذوا الأجواء عموما وآخر مستجدات اللقاء مباشرة مع زميلنا رامي. مرحبا بك يا رامي. مرحبا بك زميلي هشام بن جمعة, تحية ليك ولكل مستمعي راديو نجمة فيم. بالفعل مباراة منتظرة وحوار منتظر في حسابات الجولة السادسة ذهاب من منافسات الرابطة المحترفة الأولى في كرة القدم هنا في ملعب علي الحوار بحنسوسة. الجواء وكل العوامل ملائمة والظروف لإقامة لقاء يعني في قيمة وعراقة الفريقين النجم الرياضي الساحلي وكذلك النادي الرياضي البنزرتي. لحد الآن الحضور الجماهيري قليل الأمانة, خلينا نقول الجملة الصحيحة محتشم وليس قليل, خلينا نكلمه هيك ولا مش هيك حسب الصورة اللي توصلنا من موقع الرسمي. حبيت اللطافة للأمانة يعني حضور الجماهيري, نعرفوا الدخول يعني خاص فقط بالأصحاب الاشتراكات. على كل كما قلت لقاء لحسابات الجولة الثالثة الذهاب الرابطة المحترفة الأولى كرة القدم, يجمع الإتوال صاحب المركز الخامس 7 نقاط, 2 انتصارات وتعادل منقوصة من 2 مباريات, واحدة مع المتلوي لحساب الجولة الثالثة والثانية مع الشاب لحساب الجولة الأولى, وكلاهما خارج سوسة. الإتوال مركز 3 أهداف ولم تستقبل شباكها أي هدف إلى حد الآن. السيابي مركز 9 4 نقاط, انتصار تعادل 2 هزائم منقوصة من مباراة الترجي العاصمة لحساب الجولة الثانية خارج أرضها 6-4 وقبلت 6. نعرف الإتوال في الجولة الفارسة كانت ربحت خارج سوسة قدام اتحاد طاوين 1-3 بونتو مرتضى بن وناس. وفي المقابل النادي الرياضي البنزرتي كان هزم في العالية قدام النادي الرياضي الساختي 2-1. الطاقم تحكيم المباراة حكم ساحة باش يكون أسامة بن إسحاق مساعد أول وليد الحراق, مساعد ثاني يوسف الجمي, حكم رابع وليد بدري. بانتظار بتبيع أكيد قبل ورقة اللقاء وقبل التشكيلة. نعم. لو نتحدث على أرضية الميدان لأنه البارح كانت فما أمطار, أرضية الميدان كيفاش تراها يعني بحكم أنك أنت قريب صحيح قاعدين تبعوا في الصورة موقع الرسمي للنجم الرياضي الساحلي, التحية ليلو وتحية لكل العاملين في النجم الرياضي الساحلي المداريين اللي اقتنوا حقوق مباريات النجم الرياضي الساحلي الموسم 2019-2020 في ظل غياب النقل من خلينا نقول التلفزة الوطنية وغضب كبير من جماهير النجم الرياضي الساحلي. نرجع لك الكلمة, الأرضية الميدان والمعطيات اللي خلينا نقول اللي تراها أنت حاليا في ملعب علي الحوار. بالفعل زميلي هشام نعرف طهات الأمطار صباحة اليوم وكذلك حتى ليلة البارحة على كل الأرضية يعني مش خايبة ومش في أحسن حالات متبعة في بلغتنا. قاعد نشوف حتى في الزوز في رقص اللي يقوموا بالحركات الحمائية قبل انطلاقة المباراة تقريبا بعد 5 دراج من الآن. حتى تمريرات الكرة يعني كما قلت الأرضية كما قلت بلغتنا متبعة ولكن ليست سيئة وليست في أفضل حالتها, متوسطة خلينا نقول بتبيعها
إقامة المباراة وكل هذا بتاع. أكيد في انتظار ورقة اللقاء لأنه حتى موقع الصفحة الرسمية للنجم وكذلك لسيابي هبطوا تشكيلتين، ننتظر منك ورقة اللقاء ومن ثم التعليق. نرجع لك بعد شوية رامي. أكيد كان هذه أولى إطلالات رامي سليمان من ملعب بوعلي الحوار النجم الرياضي الساحلي وسيابي، مباراة سنتابعها في إطار الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى. هات نمشيو لبرنامج المباريات. النجم الرياضي الساحلي يستقبل السيابي كما كنا نتحدثوا تحكيم الحكم موسى بن إسحاق. النادي الإفريقي يستقبل شبيبة القيروان، المباراة متلفزة على القناة الوطنية الأولى تحكيم نضال الطيف. الملعب التونسي يستقبل اتحاد تطاوين حكم عامر شوشان. النادي الرياضي الصفاقسي القمة، النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي التونسي في ملعب الطيب المهيري على الكاس 1 اتش دي. اكيد الصورة اتش دي وتنعم بالكاليتي خلينا نقولوا اتش دي لانه تبارك الله الصور التلفزية التي يتحفنا بها القائمون على التلفزة التونسية حدث ولا حرج. ايضا مباراة اخرى بتتابعوها على الوطنية الثانية، نادي حمام الانف والاتحاد المنستيري تحكيم وليد البناني. اتحاد بن قردان يستقبل اتحاد سليمان التحكيم مجدي بالحاج علي. واخر اللقاءات والمباريات في الجولة السادسة، هلال الشابة يستقبل نجم المتلوي تحكيم كريم محجوب. هذه مباريات وبرنامج الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى. وكما كنا نتحدث يعني فما برشا ديزافيش اللي يستحقوا المتابعة في برنامج اليوم لعشاق الرياضة، من بينهم مباراة الميلان وروما، أيضا الريدس وتوتنهام. وكذلك سنتحدث بعد قليل عن غياب كرة قدم تونسية في عرس عالمي البرازيل 2019 أندر 17 يعني أقل من 17 سنة كأس عالم. استمتعنا يوم أمس بحضور نيجيري وأيضا بحضور أنغولي مميز جدا للأفارقة. نيجيريا كانت تفوقت 4-2 بعد ما كانت من هزمة 2-1 ضد المجر. أنغولا انتصرت على نيوزيلندا، يعني ظهور جيد جدا الكرة الأفريقية في الأصناف الشابة، في حين كرة القدم التونسية لا تزال تعاني وتعاني. اش حضرنا موزيكا دوريد وراجعين. 16 دقيقة عودة من جديد متابعينا في نجمة سبور في متابعة الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى ولقاء النجم الرياضي الساحلي والنادي البنزرتي. سعداء باش يكون بحضانا واحد من ولاد ليتوال المدربين الشبان، نتمنى لهم كل التوفيق. أكيد نتحدث عن إقبال الرواتب. مرحبا بك إقبال. مرحبا بك هشام، مرحبا بكافة مستمعي نجمة اف ام. أكيد إقبال باش يرافقنا في التحليل الفني لمباراة النجم والنادي البنزرتي. كون صدقني ربي لعبت في سيابي زيد انت يعني مليع في الزوز يعني والله انت استحضرت المعلومة. على كل حال لكن قبل ما نتحدث على مباراة النجم ونأخذ كذلك ورقة المباراة بعد إطلالة الأولى كانت الخونة رامي، فما نقطة أخرى إيجابية تحسب لمركز تكوين شبان النجم الرياضي الساحلي هي الدورة العالمية الأولى في نسختها الأولى للنجم الرياضي الساحلي. معنا المنسق الإعلامي مركز تكوين الشبان بالنجم الرياضي الساحلي، نتحدث عن الزميل والأخ والصديق أيمن ترشون. مرحبا بك أيمن. تحياتي لك هشام، تحياتي كذلك لإقبال، ونقول لك وحشة يا كابتن. مرحبا بك، وينك أيمن؟ لاباس خويا؟ شنو أحوالك يا إقبال؟ خلينا نشوفوك يا خويا. تعب الأيامات على الدورة. لا كل عادة، كل عادة. كما تعرفنا، كما تعرفنا سيدي. ربي يعينك خويا، ربي يعينك. ربي يخليك، عايش. على كل حال أيمن، طلبناك في خصوص أكيد الدورة العالمية في نسختها الأولى للنجم الرياضي الساحلي، لو تحطنا الأمور في إطارها، تقدمنا الدورة وتعطينا آخر الأخبار والمعطيات. شكرا هشام. كما تعرف النجم الرياضي الساحلي ينظم الدورة الدولية الأولى متاعه في نسختها الأولى، وهي في الحقيقة زوز دورات، هي دورة للأصغر أقل من 16 سنة ودورة للأصغر أقل من 17 سنة، والفرق المشاركة فيها أكيد كما تعرفوا النجم الرياضي الساحلي مش يكون مشارك في الدورتين. أسباير من قطر أكيد اللي تجمعنا معه طبعا اتفاقية تعاون وشراكة مش يكونوا موجودين معنا. كذلك الترجي الرياضي التونسي، المنتخب الوطني ومركز أعداد النخبة اللي مش يكون موجودين معنا وهما ديجا بدأوا معناتها في التربص متاعهم في سوسة. وبالنسبة لدورة 16 سنة مش يكون مشارك فيها كذلك الاتحاد المنستيري،
والأمل الرياضي بحمام سوسة. المباراة الكل تدور بالنسبة لدورة 16 سنة انطلاقا من الساعة 10 صباحا وبالنسبة لدورة 17 سنة انطلاقا من الساعة 3 مساء. هذا بالنسبة للمستوى الرياضي للدورة هذه هشام. مستوى التنظيمي يعني وقتاش القدوم وكيفاش يعني آخر الترتيبات، هل سيتم الاعتماد والتعويل على نزل النجم والمركب فقط أم هنالك معطيات أخرى؟ أكيد دورة كما هذه ما غابينا تكون في أعلى مستوى، لذلك مش كنا الإقامة بنزل الساحل معناتها في نزول القنطاوي بالتحديد ونزول خاصة لاستقبال الرياضيين، دونك خيرنا انه مش يكون في باعتبار ما تعرف الوضعية الحالية لنزل الفريق مازال ماهوش قادر انه باش يستقبل. نعرف اما سي ان تيب دو بروفوكاسيون ايمن ما تعرف خاطر نحبوه يركع ونحبوه يولي هو يستقبل. نحبوه بالفعل وان شاء الله في برنامج بتاع اعادة تهيئة في القريب العاجل ان شاء الله يصير في نزل الفريق كما صارت اعادة تهيئة بالنسبة لكل مركز تكوين الشبان. على كل حال مشكور. على كل بالنسبة. كمل كان عندك فكرة. البرنامج بالنسبة للبرنامج كما قلت لك غدوة مش يكون وصول كل الفرق. ومش يكون فما الندوة الصحفية وكذلك الاجتماع الفني مش يكون انطلاقا من الساعة 5:30 في مركز تكوين الشبان في نزل الفريق في باهو نزل الفريق ومش يكون كذلك بالنسبة للبرنامج في يكونش المبارياتك هاو فما حفل الافتتاح فما حفل الاختتام وفما كما تعرف مباراة لقدماء اللاعبين مش يكون ان شاء الله نهار الأربعاء في رفع الستار. كذلك من الحاجات الموجودة في البرنامج الرياضي كونه مش يكون اختيار لاعب المباراة في كل مباراة تصير اختيار مش تكون عن طريق لجنة متكونة من قدماء اللاعبين للنجم الرياضي الساحلي وكذلك حتى للفرق المشاركة مش نستدعاها مش تكون من قدماء اللاعبين للترجي وكذلك حتى في المنتخب الوطني مش يكونوا موجودين معنا. حلو برشا لانه انت تو هزيتني لسؤال اخر من عرش الساعه بعد قبل عنده ما يسال او لا انك تقول لي فما اختيار افضل لاعب ثقافه مزيانه لكن اللي سائل ان يسال من غير ما تسمي لي اكيد المستشار هنالك مستشار هو من سيتكفل بهديه حتى لو كانت بسيطه متاع افضل لاعب لانه هذين راهو فيها خاصه في الخليج العربي لكننا في ظل غياب الداعمين والممولين للرياضه التونسيه واستراتيجيات تبنى عليها الدول. هلو جو مي بوز لا كيستيون كيف فما هو اللي من غير ما نسميه وكيل اسم مستشار ما نقدرش عليك جمال. بصراحه هي الفكره كانت موجوده واحنا مشينا والدوره كما هذه يعني مش تكون منقوله على الوطنيه الثانيه في اغلب مبارياتها وبقيه المباريات مش تكون منقوله على الستريمينغ على الانترنت. يعني دوره دوليه كما كنا نتوقع انه يكون الجانب الاستشاري يكون اكبر برشا لكن ممكن على خاطر جات في اخر السنه وكذلك مع الحقيقه ما لقيناش الدعم الكبير اللي كنا نستناو فيه من المؤسسات الموجوده في المنطقه. للاسف نجم الرئيسي يعني مش نعملوا على احنا كالعاده مش نعملوا على كفاءتنا ومش نعملوا على ميزانيتنا وان شاء الله مش تكون دورة في قيمة النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله. قبل ما تغادرنا كي دايما قبل عنده ما يسرك ايمن حب نسرك سؤال بربي طوى باش تقعد معناتها لي تورنوا هذوما باش يقعدوا على معناتها يجاني ونجيك ونلعبوا مع بعضنا ولا باش تولي معناتها تبادل نتاع لاعبين وتبادل مدربين ولا معناتها تزيد تطور الامور اكثر خاطر صحيح معناتها على الامور الرياضيه وكذا سي بون لكن احنا حشنا نعملوا توأمه مع جمعيه الكبار هذوما مع سباير مع جمعيات اخرين يجيو من برا علاش لا معناتها السنه المقبله ونعملوا تبادل نتاع لاعبين ولا تبادل نتاع مدربين وتولي كيك امور بروفيسيونيل اكثر. اكيد تعرف قبل انه صارت اتفاقيه شراكه وتعاون مع اسباير القطري لكن ماهيش الوحيده كذلك عندنا اتفاقيه شراكه مع بعض الانديه الاوروبيه قاعده تحضر تو وقاعده تصير بشوي بشوي ممكن نعطيك حتى سكوب معناتها مع اولمبيك ليون الفرنسي كذلك مش تكون فما اتفاقيه تو مع فرق افريقيه ومغاربيه معناتها اكاديميه محمد السادس اكيد تعرف اللي احنا مشينا لهم مش يجيو بحذانا ان شاء الله في الدوره اللي مش تصير في فيفري لانه عندنا دوره اخرى في فيفري كذلك بالنسبه للفرق موجوده حتى في الكوت ديفوار وفي اوروبا هذا الكل كان مش يكون موجود. بالنسبه للتكوين نتاع المدربين اكيد هذا حجر الاساس في كل اتفاقيه تصير يعني كالتبادل هذاك لازم يكون يصير خاصه واضح. مع الفرق الاوروبيه اللي نجموا ناخذوا برشا من التجربه نتاعهم. واضح مشكور اكيد كان معنا منسق مركز تكوين الشبان منسق العالمي مركز تكوين الشبان بالنجم الرياضي الساحلي ايمن ترشوم في خصوص الدوره الدوليه الاولى للنجم الرياضي الساحلي في خصوص الشبان. ان شاء
شكرا لك هشام. شكرا. مشكور. اكيد نرحبوا على الطاير بخونا ماجد رحومه اللي باش يرافقنا اكيد في التحليل واعطاء صوره للتحكيم. مرحبا ماجد. هلا هشام، مرحبا بك. قبيل عسلامة. كي تنورنا ماجد حتى تغيب علينا، لانه ساعات ما فماش امور تحكيميه، اما ديما التواجد نتاعك راهو يصنع خلينا نقولوا عنده الواقع نتاعو، لانه محبتك وجوك وانتمائك للجروب والتيم ديما سي انديسبونسابل. عايشك هشام، هذا وجودك انت معنا لهنا ربي يخليك، واحنا عائله واحده نخدموا بعضنا تولي الدفه للمستمعين نتاعنا الكل. نجرها تحيه عبر نجم الفان، ان شاء الله تتعدى مباراة حلوة وفي انتقال روح رياضية ان شاء الله. اكيد هذا نتمنوه. تقريبا وصلنا لماضي ساعتين و25 دقيقة قبل ما نمشيو الفاصل الغنائي، ومن ثم خلينا نقولوا الاخبار، موجز الاخبار. حابين نعطيو اخر النتائج نتاع الكوب دو كاف. فوسا جونيور من مدغشقر منتصر على نهضة بركان 1-0، يعني تحدثوا مدغشقر فايز على جمعية، نعرفوا شنو النيفو اللي وصلت له في مباراة الذهاب. شنو قولك في النتيجة هذه؟ والله تصير مفاجآت، ما الناس كل تحضر هشام، مش فماش جمعيات معينة بالخاص في كأس الكاف. نهضة بركان معناتها عملت باسبور باهي واسم باهي، لكن الكرة متعرش عليها 90 دقيقة وكل شيء جايز. كود دور ميسي شير منازم من المصري بورسعيدي 2-0، وباقي النتائج 0-0 بيراميدز المصري خارج أرضية الميدان، وكذلك نادي بارادو اللي أزاح النادي الرياضي الصفاقسي. نمشي موزيكا من ثم أخبار وراجعين. الساعتين و32 دقيقة عودة من جديد متابعينا لمتابعة مباراة النجم الرياضي الساحلي والنادي البنزرتي. يعني عودوا نرحبوا بقبال وكذلك ماجد رحومة. قبال مرحبا بك من جديد. أكيد أنت ماجد مرحبا بك. قبل ما نمشي ونحن الورقة اللقاء مع زميلنا رامي، نمشي للحكم أسامة بن إسحاق. حسام بن اسحاق حكم درجة أولى من رابطة تونس، حكم شاب معناها تقريبا جل مباريات اللي حكمها في الرابطة المحترفة ما كانش عنده مشاكل، حكم قاعد يخطو بثبات، ربي يوفقه في مباراة هذية وإن شاء الله ربي معاها زوج حكام مساعدين معناها خبرة في معناها في مساعدة الحكم. عندنا الحكم مساعد أول وليد الحراق، معناها تقريبا من أقل من حكام مساعدين اللي عنا في الساحة التونسية، يمتاز بخبرة كبيرة، يوسف الجامي كذلك، وإن شاء الله يكون مردودهم مردود ممتاز وما يأثرش على نتيجة المباراة، وبالتوفيق لهم إن شاء الله. أكيد هذا كانت قراءة في الحكم أو الطاقم التحكيم بتاع الساحة. وصلنا لتوقيت 3 دقائق لعب، لا تزال النتيجة خلينا نقول 0-0. قبل ما نمر لقراءة في تشكيلة المباراة، يقول لي مازال ما لم يتم الاتصال بزميلنا رامي مباشرة من ملعب بوعلي الأحوار. شين فما حاطينها ما تفعل؟ أكيد أكيد موجودة في الموقع الرسمي. لو تعطينا قراءتك أنت للتشكيلة في انتظار أنه نتصل برامي سيما. فماش برشا تغيير في الرسم التكتيكي، أون تروا كتروا كرير كالعادة كما الماتش. نعطيه التشكيلة ومبعد كيش نتعطي قراءة، يعني مش نبقاو أشرف كرير في حراسة المرمى، زياد بوغطا، صدام بن عزيزة وعمار جمل، عاليمين وجدي كشريد على اليسار، مرتضى بن ونس كلاعبي، ارتكاز مالك بعاي وسليم بوخانشوشلي ولا فما تأقلم بيناتهم، عاليمين مير حناشي على اليسار في راس بالعربي، وكرأس حربة كريم العريبي. دونك اون 3-4 مشات الماتش اللي فات، فما دو ريكوبيراتور اللي هما بوخانشوش وبعاي ولا قاعدين يقوموا في رول كبير، افيك لي دو زيكسونتري مرتضى بن ونس وجدي كشريده مع كريم العريبي اللي يمر فتره باهيه في راس بالعربي كيف كيف، ومير حناشي نتصور التشكيله متوازنه والتشكيله فور لو مومون زي ما هي تلعب. الماتش نتاع اليوم ماتش صعيب مع منافس معناتها محترم من اللي بالرياضي بنزرتي، صحيح قاعد يمر بأزمة وقاعد يخسر مع جماعات الكبار سوا ديزون مع سي اس اس، خسر الماتش اللي فات، لكن سي بي كيما شفناه تو في الانتشار نتاعو ماهوش معناتها جاي باش يلعب على الكونتر اتاك في سكر، حب يلعب يحب يربح من الاول كيف كيف النجم الساحلي، معناتها قاعد نشوفه قاعد محافظ على الكرة وقاعد يلوج على ثغرات الفريق المنافس. ان شاء الله يتعدى ماتش في كنف الروح الرياضية وان شاء الله الأجدر هو اللي يربح.
أكيد هذه قراءة في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. أربع دقائق لعب، التعادل يزال سلبيا بين النجم والسيابي. النجم الرياضي الساحلي اللي حافظ تقريبا على نفس الرسم التكتيكي اللي لعب به رفيق المحمدي. يقولوا لي الزملاء أنه زميلنا رامي حاضر مباشرة من ملعب بوعلي الحوار. مرحبا بك من جديد رامي. مرحبا بك زميلي هشام، تحيه ليك ولكل مستمعي راديو نجم اف ام. اكيد رامي قبل من لعب في حوار ملعب بين حوار بحمصوصه بين النجم الرياضي الساحلي وضيف النادي الرياضي البنزرتي في حساب الجوله السادسه ذهاب من منافسات الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم وسط حضور جماهيري متوسط العدد. نعم رامي ديما ركز معنا شوية وبعد ستتسلسل في التعليق على المباراة، فقط رانا مررنا الأخبار قبل وقتها باش نعطيه فرصة لمتابعي نجمة سبور ونجمة اف ام وحبين النجم الرياضي الساحلي أن يتابعوا اللقاء في أكثر وقت ممكن. هيك علاش يعني تأخرنا شوية في الاتصال، وهيك علاش يعني الأخبار بجيتهم قبل، يعني فما ناس خلينا نقولوا الاخبار وتوقيت الاخبار سكري نحن واحتراء وبارك الله فيه يعني اداره الراديو اللي خولت لنا انه نعملوها قبل بشويه. على كل حال وصلنا 5 دقائق و20 ثانية منذ انطلاق اللقاء، لك الكلمه يا رامي. ما واضح هشام، اذا نمر لاستعراض تشكيله الفريقين. البدايه مع الزوار السيابي في الكاج، عياري 15، وسام بوسنين 4، مروان صحراوي 24، طيب بن زيدون 7، كابتن الفريق محمد لحبيب يكن 24، حليم الدراجي 14، علي الدين الدريدي 18، شمس الدين بن عامر 22، فهمي المعويني 17، يوسف امبينغي 19، ابو بكر تراوري الاحتياطيون كحارس مرمى احتياطي ثاني 33، نعيم مسلوفي 23، هاتين براتلي 11، وجدي جبيري 8، جمال الدين شتيل 21، حسام حباسي 29، زيد العنالي 24، سليم الجندوف في قتل المدرب نصيف البياوي. بالنسبه تشكيلة أصحاب الأرض والجمهور، النجم الرياضي الساحلي في الكاج رقم 27 أشرف كرير 6، وجدي كشريدة 12، مرتضى بن ونيس 5، عمار جمال 15، الكابيتان وزيد بوغطاس 2، صدام بن عزيزة 25، سليم بوخنشوش 20، مالك بعيو 18، فراس بالعربي 9، كريم العريبي 19، ماهر الحناشي. بالنسبة للاحتياطيون كحارس مرمى احتياطي 16، مكرن البديري 4، عمر كوناتي 21، بلال المجري 22، حازم الحاج حسن 30، الفنزويلي داروين غونزاليس مندوزا 23، الليبي مهند عيسى ملقب بيتو هو 29، انيس سيلتو بقياده الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس في كوره ملك باعيو، لكن تدخل من دفاعات السي بي 6 دقائق لعب او تقريبا 7 دقائق لعب من بدايه المباراه وبدايه الشوط الاول، لا يعني فرص ثانيه حاله تهديف موجوده لا من هذا الجانب ولا من ذاك. كرة ستعود من مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي ارتكبت من سليم بوخنشوش على يوسف امبينغي، نذكر لتوال موجودة في المركز الخامس 7 نقاط 2 انتصارات تعادل منقوصة من 2 مباريات، واحدة مع المتلوي لحساب الجولة الثالثة والثانية مع الشابة لحساب الجولة الأولى وكلاهما خارج سوسة. سجلت لتوال 3 أهداف ولم تستقبل شباكها أي هدف إلى حد الآن. بالمقابل السي بي مركز 9 4 نقاط انتصار تعادل 2 هزائم منقوصه من مباراه الترجي العاصمه لحساب الجوله الثانيه خارج ارضها، سجلت 4 وقبلت 6. كوره مع الالجيريانو كريم العريبي والحكم المساعد الاول يقول وليد الحراق يعطي رميه التماس للنجم الرياضي الساحلي. مرتضى بن ونيس يلعب لسليم، سليم بوخنشوش يرجع بدوره، عمار جمل يرجع على مرتضى بن ونيس على الكلوار رسالة خلص الميدان لكنها مقطوعة، تمشي أبو بكر تراوري، أبو بكر مع صدام، صدام أبو بكر تراوري يلعب الكرة ومقطوعة ومرتضى بن ونيس ممتاز قدام رقم 14 علي الدين الدريدي يتدخل ويحط الكرة أو ترمي التماس في هذه المرة للنادي الرياضي البنزرتي. يمسيرها قائد الفريق محمد الحبيب يكن رقم 7 في تشكيلة أبناء عاصمة الجلاء. 120 مباراة سابقة جمعت الفريقين، جمعت لتوال بالسي بي من موسم 55-56، هذه كرة من يوسف امبيغي قبل هذا دخل دفاع لتوال، قلت 120 مباراة 63 انتصار للنجم 38 تعادل 19 انتصار للسي بي. لتوال بالتاريخ بالارقام بالماضي مسيطرة بطول العرض على الحوارات السابقة 186 بونتو لتوال مقابل 84 بونتو فقط للنادي الرياضي
البنزرتي نعود إلى الحاضر بعد ما عملنا إتلالة خفيفة على الماضي والمواجهات السابقة بين الزوز فرق. كرة مع عمار جمل يلعب المرتضى بن والناس من أسعد الناس في لقاء تتوين في الجولة الفارتة وقت سجل مرتضى الهدف الوحيد للنجم الرياضي الساحلي وعاد النجم بثلاثة نقاط من التتوين بالذات. كرة سليم بوخانشوش بوخانشوش يرجع لعمر جمل التمريرات القصيرة السلاح الدائم للنجم الرياضي الساحلي بتبيع في كرة ترجع عمر جمل بدلها زياد بوغطاس بوغطاس زياد بوغطاس بوغا يلعب الفراس بالعربي فراس يلعبها في تيزيه وزي كسريدة وزي وزي كسريدة يرجع الماهر الحناشي حناشي واحد اثنين مع وزي لكنها مقطوعة من الدفاع على نادي البنزرتي عن طريق طيب بن زيتون. ماهر حناشي ياخذ الكرة مرة أخرى لكن الحكم المساعد الثاني يوسف الجامي يرفع الراية ويشير إلى مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي. كرة في الدفاعات البنزرتية ترجع النجمة الساحلية يمشي وزي كسريدة يرجع البوغا سياد يبدل العمار الجمل عمار كنترول باليسار يحط كرة قدامه يوصل ميدان سليم بوخانشوش في حوار مع أبو بكر تراوري القلب الهجوم للنادي الرياضي البنزرتي. عمار عمار الجمل يلعب المالك بعيو تمريرات قصيرة بين عمار وبين مالك وبين سليم سليم يرجع العمار عمار يرجع بدوره مرة أخرى لسليم بوخانشوش تمريرات قصيرة في المناطق الخلفية لأبناء جوهرة الساحل بانتظار يزيد الحلول واختراق دفاعات النادي الرياضي البنزرتي. سليم بوخانشوش إلى مالك بعيو إلى عمار الجمل مازالت الكرة في بلاستها كما هي في المناطق الخلفية تبدل على اليمين يمشي ماهر الحناشي ماهر 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 مراوغة أولى مراوغة ثانية لكن الدفاع يدخل الحكم يقول ألعب وسامة بن إسحاق يقول فما شيء ترجع الكرة للحارس علي العيار يلعبها طويلة مالك بعيو في ميدان بالراس ترجع مرة أخرى للنادي الرياضي البنزرتي. كرة للسيابي في تيزي أبو بكر تراوري مقطوعة ترجع مرة أخرى فهمي المعويني يلعب ال 18 شمس الدين بن عامر بدل الكرة تمشي على اليمين لليكن يكن يلعب مع يوسف أمبينجي يوسف قدامه عمر جمل يدخل الوسط يرجع مرة أخرى يوسف أمبينجي بانتظار حلول ولكن ماهر حناشي يتدخل ويحط الكرة رمية تماس جهة المدارج المغطاة هنا في ملعب فعلي الأحوار بحمام سوسة لمصلحة النادي الرياضي البنزرتي. بوسنينة يخليها للظهير الأيمن بتبيع للعب هذه لرمي التماس محمد الحبيب يكن يكن كرة الرقم 14 علي الدين الدريدي تمشي لل 18 شمس الدين بن عامر يوسف أمبينجي أمبينجي فهمي المعويني بدل على اليسار حليمة الدراجي حليمة الدراجي قدامه وجدي كسريدة هجمة للنادي الرياضي البنزرتي يلعب مع يوسف أمبينجي تدخل دفاع النجم ممتاز البوغتاس يدخل يلعب لسليم بوخانشوش سليم يبدلها من اليمين اليسار حلوة برشا يمشي مرتضى بن والناس ينتظر الحل مرتضى 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 مراوغة أولى وثانية حلوة مرتضى يمشي من اليسار لليمين يلعب لزياد بوغتاس واحد اثنين بالعربي ومرتضى ولكن الكرة تقص وتمشي رقم أربعة مروان الصحراوي يدخل قبل وجدي كسريدة ويحط كرة في رمية تماس جهة المدارج المكشوفة في ملعب فعلي الأحوار تتلعب تماس وجي رمية أخرى يمشي وجدي كسريدة لتنفيذ رمية تماس يرجع لزياد بوغتاس زياد يلعب مرتضى حلوة برشا يمشي مرتضى مرتضى مع ماهر واحد اثنين ولكن الدفاع أسبق من ماهر الحناشي دفاع على السيابي يوسف أمبينجي يلعب كرة على كلوار اليمين لكن الظهير الأيمن معه كريم العريبي يرجع للتغطية ممتاز والموسيندا والمعاهدة الدفاعية ويخل كرة ويقصها سليم بوخانشوش خاطئ فراس بالعربي يمشي فراس حلوة فراس فراس يلعب الماهر ماهر 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 مخالفة مخالفة قريبة من دائرة وسط الميدان للنجم الرياضي الساحلي يتحصل عليها ماهر الحناشي بعد تدخل 34 الطيب بن زيتون وأسامة بن إسحاق كان قريب من العملية يعطي مخالفة للنجمة الساحلية كرة بترجع من سليم بوخانشوش من مخالفة أو لا ينفذها قدم الكرة ثم ثنائي فراس بالعربي وكذلك ماهر الحناشي الحكم أسامة بن إسحاق يطلب من يوسف أمبينجي
أنه يوخر ويحترم الأمتار القانونية. قلت مخالفة قريبة من دير المركزية لوصل ميدان دير بالعربي، ستكون يسارية في اتجاه الرؤوس. دير بالعربي سيلعب الكرة، كرة طويلة تجاه سلطان بن عزيزة، ولكن علي العياري أسبق من الجميع في توقيت بالضبط 14 دقيقة لعب ربع ساعة أول من حوار النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي. دائما التعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين. كرة مروينة للصحراوي تضرب في ماهر الحناشي وتمشي ضربة 5.50 للنادي الرياضي البنزرتي. ننتظر أن يرتفع نسق اللعب والإيقاع من الجانبين، بما أنه لحد الآن لم نشاهد ولا فرصة ثاني حالة تسجيل لا من هذا الجانب ولا من ذاك، لا من جانب النجم الرياضي الساحلي ولا من جانب النادي الرياضي البنزرتي اللي مدربه نصيف البيوي. يعني تكتيكيا لحد الآن السيابي واقف كما يجب، ويعني انضباط تكتيكي للملاعبية السيابي خليت في الربع ساعة الأول النجم الساحلي، يعني حتى التمريرات القصيرة واستراحة النجم الرياضي الساحلي نعرفوه كانت كلها في المناطق الخلفية دون أن تأتي هجمة خطيرة أو بتبيع فرص تنحى للتهديف. بوغتاس ملقى على رأس الميدان أو يقوم الآن سلامات لبوغا زياد بوغتاس الكابيتانو لفريق جوهرة الساحل. زياد بوغتاس يستأنف اللعب بعد مخالفة ارتكبت على زياد بوغتاس. سليم بوخنشوش 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 يلعب الماهر الحناسي حلوة برسة يمشي وزي كشريدة كشريدة في اتجاه كريم العريبي. كريم العريبي مع المدافع رقم 24 أو 34 طيب بن زيتون يتدخل قبل كريم العريبي تمشي كان لكنها مقطوعة. مرتضى بن ونيس مرتضى الملك بعي وحلوة برسة لندو لكنها مقطوعة. سليم بوخنشوش تمشي كرة للنادي الرياضي بنزرتي خطيرة كرة خطيرة يوسف بنجي ويرجع سليم بوخنشوش، ولكن أسامة بن إسحاق يقول فما مخالفة ارتكبها سليم بوخنشوش على يوسف بنجي. ما هيش بعيدة تبعد حوالي 25 متر 24 متر تقريبا على سباك الحارس أشرف كرير قدام الكرة. موجود السنغالي يوسف بنجي أو الأغلب سيكون التنفيذ من اليسيري بتبيع حليم الدراجي، لأن الكرة هذه مواتية لملاعبي يلعب بالساق اليسرى حليم الدراجي. ومخالفة خطيرة على دفاعات النجم الرياضي الساحلي في الجدار. موجود مالك بعيو في رأس بالعربي مرتضى بن ونيس ثلاثة ملعبية بالنجم الرياضي الساحلي في انتظار التنفيذ. سيكون من يكن بتبيع عرضية بشكون في اتجاه الملعبية السيابية وانا بشكون يسارية من حليم الدراجي مباشرة في اتجاه مرمى أشرف إكرير. سامة بن إسحاق يطلب من لعبية النجم احترام الأمتار القانونية بتبيع قبل تنفيذ المخالفة. حليم الدراجي قدم الكرة هو ويكن حليم الدراجي والهدف الأول، هدف الأول للنادي الرياضي البنزرتي في توقيت بالضبط تقريبا 23 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول. حليمة الدراجي قلت ستكون أما عرضية في الرؤوس من يكن أو أنا مباشرة، وحليمة الدراجي اليسيري شق يسرى لأمانة هدف ممتاز من نادي رياضي البنزرتي في 13-23 كما قلت دقيقة لعب من زمن الشوط الأول بإمضاء حليمة الدراجي يفتتح باب التسجيل للنادي